Bonjour à toutes et à tous chez Cuisimali. Aujourd'hui, les amis, on va préparer jus de koi, les ingrédients pour la recette. Alors, moi, je prépare pour deux personnes. J'ai pris trois kiwis, un citron, une cuillère de miel et une cuillère des amandes mixées. مرحبا بكم أصحابي وحبابي في كوجينة مالية. اليوم مش نحضروا جي عصير نتاع كيوي. شنو يلزمنا هاي الروسات؟ أنا مش نحضر زلمة زوز كيسان. خذيت كعبتين ثلاثة كعبات كيوي، كعيبة قارس، مغرفة عسل، ومغرفة كيف لوز مرح. تبعوني وإذا كان ما عندكمش لوز مرحي حاضر الطاقتيني هذايا، نجموا تروحوا تعملوا مغرفة نتاع لوز. والماء بالطبيعة، الفو دو لو. قشرت كعبة الكيوي نتاعي، ناخذ الميكسر، شجوت السيترون، ناخذ السيترون نتاعي، ناخذ مغرفة العسل، كبيرة ديال، ناخذ اللوز المرحي، سادون بوكو دو كو. نو جاجو دو لو نحط الماء اللي يلزمني باش نعمل انا باش نعمل جوج كيسين ناخذ الميكسور نتاعي كيما تشوفوا شنو يصيح رانا اذا كان تحبوا عاقد ما تحطوش ماء زايد تحطوا شويه ماء Voilà, mes amis, comme vous voyez, notre jus est prêt, jus de kiwi. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali. Merci beaucoup et à bientôt. كيما تشوفوا صحابي وحبيبي الكيوي نتاعنا عصرناه طحفوني ياسر جي يصلح في الصباح يصلح في العشاء يصلح كي عندنا ضيف يجونا على غفله طحفوني ياسر جي ناكد لكم اللي هو طحفون الاخر ان شاء الله عجبتكم الفصان اللي حضرت بها الجي وما تنساوش تمشيو باش كوزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي زيديو لي روسيت نتاعي تبقاو على خير ان شاء الله نقابلو في روسيتنا احسن